وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية بأغلبية أصواته على تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين، فيما اختلف مع مجلس الشورى على قانون الصحة العامة والكهرباء والماء. مواكبة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتعزيزا لعمل السلطة التشريعية، جاء التعديل على المادة 91 من دستور مملكة البحرين والذي وافق عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع، ليطالب بزيادة صلاحيات الرقابة والتشريع في مجلس النواب والشورى لإحداث حالة من التوازن بين المجلسين. هذا التعديل يتركز في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن يعطي مجال لمجلس النواب بمساءلة أعضاء مجلس الوزراء. الوضع الحالي هو مساءلة الوزراء فقط. المساحة الثانية الأكبر اللي أيضا راح يعطيها هذا التعديل هو عبارة عن تمكن أعضاء مجلس الشورى من طرح أسئلة على الوزراء. هذه التعديلات بالخصوص في هذه المادة إنما يدل على أنه توسعت هذا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في أن يعطي للسلطة التشريعية دور أكبر للرقابة والتشريع والمساءلة، خاصة أنه يتوسع في السؤال إلى أعضاء مجلس الوزراء، وبالتالي تكون الأسئلة موجهة لهم مكتوبة والإجابة أيضا مكتوبة مع التعقيب. تم التصويت اليوم في مجلس النواب وبالإجماع على التعديل المادة 91 من الدستور، وهي توسيع صلاحية مجلس النواب الرقابية، بالإضافة لإعطاء مجلس الشورى حق السؤال المكتوب والإجابة المكتوبة. وفيما يتعلق بقانون الصحة العامة، فقد تمسك مجلس النواب بقراره حول 3 مواد كانت نقطة خلاف بينه وبين الشورى، لتعود هذه المواد إلى الأخير ليعيد النظر في قراره. هذا قانون عصري ونحن محتاجين إليه، ويوجد فراغ تشريعي كبير في الصحة العامة، وإحنا طبعا هدفنا الرئيسي هو سد هذه الفراغات التشريعية. وهذا القانون يعني اطلعنا على كثير من القوانين في الدول المجاورة، وجدنا من أفضل القوانين الحالية موجودة، يعالج الصحة العامة بشكل عام. فيعني اليوم احنا سعيدين بالتصويت على هذا المشروع وذهاب إلى مجلس الشورى، وإن شاء الله يلقى النور قريبا، فهذا ما نمل إليه في مجلس النواب. قانون الصحة العامة مثل ما هو معروف هو يتضمن التشريعات المتعلقة بالصحة العامة، وهذه نستحدثها بحيث أنها تتواكب التطورات والاحتياجات سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي. لم يكتفي مجلس النواب بالتمسك بقراره حول الصحة العامة، لكنه تمسك أيضا بمشروع قانون يتعلق بالنظافة العامة والكهرباء والماء، ليعودا مجددا إلى مجلس الشورى. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.